اعتاد الأردنيون على بدء التوقيت الشتوي في المملكة مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، لكن بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة قرر مجلس الوزراء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام. الحكومة أشارت إلى أن دراساتها بيّنت أن استمرار العمل في هذا التوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار. ومن شأن القرار الحد من أوقات الدوام خلال أوقات المساء والليل، خصوصا لطلبة الفترات المسائية والموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء. العمل بنظام التوقيت الواحد سيتيح ثبات توقيت، وقد ترى الحكومات في ذلك ثباتا في التعامل مع بقية العالم. شخصيا ما أثر علي، بس أثر على الأطفال، على المدارس، يعني بيطلعوا والدنيا لسه عتمة والوضع يعني مش بزيادة. يعني أنا كحياتي الشخصية يمكن ما يأثر علي بحكم عملي، يعني بطلع متأخر، ولكن أحفادي وبناتي وهيك يعني متضررين أو مستائين من التوقيت. والله ما أثر شيء كثير، يعني عادي، هو نفس النظام بصير نفس التوقيت، بس بتصير الشوارع تسكر بدري. نحكي تقريبا قلة راحة بالنوم، يعني المفروض أنه التوقيت صيفي وشتوي يضل مستمر، ما يعملوا أي توقيت واحد. مضطرين صرنا نطلع أولادنا وبناتنا على المدارس بوقت بكير كتير والدنيا عتمة.